بريطانيا أسست محلق القطن في أبين، وكان من أجود أنواع القطن. دمروه، المحلق اليوم انتهى، خصخصوه، رجعوه مؤسسة الماد تبع يحيى بن محمد عبد الله صالح آل الأحمر. أسأل الله أن يجعل يومهم في جهنم أحمر. أسأل الله أن يجعل يومهم في جهنم أحمر. أسأل الله أن يجعل يومهم في جهنم أحمر. بريطانيا أسست أول مركز أبحاث على مستوى الخليج داخل الكود في أبين. دمروا نصفه في 94، والآن في الحرب حق القاعدة دي شلحوا الباقي وخلوه خاوي. قتلونا، دمروا بلادنا، نهبوا ثرواتنا، كل شيء دمروا، ما بقى حاجة. دمروا شبابنا اليوم. انظروا أبنائكم اللي يدرسوا في المدارس، أي تعليم موجود اليوم؟ والله يتخرج من الثانوية ما يعرف يقرأ. اللهم فكنا من إصابة صنعاء فكا جميلا. اللهم فكنا من إصابة صنعاء فكا جميلا. اللهم فكنا من إصابة صنعاء فكا جميلا. ولا تجعل لشياطين صنعاء علينا سبيلا. ولا تجعل لشياطين صنعاء علينا سبيلا. ولا تجعل لشياطين الإصلاح علينا سبيلا. ولا تجعل لشياطين الإصلاح علينا سبيلا. ولا تجعل لشياطين الاشتراك علينا سبيلا. ولا تجعل لشياطين الاشتراك علينا سبيلا. ولا تجعل للدحابشة علينا سبيلا. ولا تجعل للدحابشة علينا سبيلا. اللهم كما أحرقوا أبين فأحرق صنعاء. اللهم كما أحرقوا أبين فأحرق صنعاء. اللهم كما أحرقوا أبين فأقر عيوننا بأن نرى صنعاء تحترق. اللهم إن الدحابشة يدبرون ويخططون لحرب أهلنا في الجنوب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشغلهم بأنفسهم. اللهم اشغلهم بأنفسهم واكفنا شرهم وأذاهم. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة والوالدين.